لم يعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قمة الناتو في مدريد بخفي حنين على ما يبدو، بل ترجم الوفد التركي ما حصل عليه سياسيا إلى واقع عسكري تفرضه البيرقدار. وليست قوات سوريا الديمقراطية الهدف الوحيد للمسيرات التركية، بل هي كل الأطراف المحلية التي تدعم الجماعات التي تصنفها أنقرة على قائمة الإرهاب. والضربة الأخيرة كانت من نصيب قوات النظام، إذ استهدفت طائرة مسيرة تركية نقطة عسكرية للأسد في مدينة تل رفعت بريف حلب. تعزيزات ومناورات. الاستهداف التركي لمواقع النظام جاء بعد يوم من استقدام الجيش الوطني تعزيزات عسكرية ضخمة إلى تخوم مدينة تل رفعت، ونفذت مناورات مكثفة قبيل العملية العسكرية التركية المحتملة. لتؤكد وكالة الأناضول أن هذه التعزيزات تأتي في إطار استعدادات ومناورات مكثفة يقوم بها الجيش الوطني في الفترة الأخيرة قبل العملية. الموقف الدولي. بالعودة إلى الشق السياسي، يكرر الرئيس التركي أن العملية العسكرية قد تبدأ في أي لحظة. جاء ذلك بعد إعلان روسيا أنها ضد أي عمل عسكري تركي في سوريا. لاحق ذلك تصريحات أطلقها وزير الخارجية الإيراني من دمشق، يرفض هو الآخر التحركات التركية، بيد أن وقوف روسيا وإيران جنباً إلى جنب ضد تركيا في سوريا ظهر بشكل أوضح بعد توقيع تركيا لاتفاق وصف بالتاريخي، وافقت فيه على انضمام فنلندا والسويد للناتو، واكتسبت الضوء الأخضر الأوروبي والأمريكي لفعل ما يمكن لأجل حماية الأمن القومي التركي.